تميزت النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران بمشاركة المرأة البحرينية ممثلة في الملازم طيار الشيخة عائشة بنت راشد بن خليفة الخليفة، التي تعد أول امرأة بحرينية تشارك في هذا الحدث البارز، مما يعكس الدور الرائد للمرأة في تمثيل المملكة بمختلف المجالات. يجسد هذا الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران العزيمة وروح التحدي والإصرار لدى المرأة البحرينية. ويعد هذا الإنجاز الذي حققته الملازم طيار الشيخة عائشة بنت راشد بن خليفة الخليفة ضمن المنجزات المتقدمة للمرأة البحرينية وما توفره الحكومة الموقرة للمرأة للمشاركة في مختلف الميادين. تعتبر الملازم طيار الشيخة عائشة بنت راشد بن خليفة الخليفة أول بحرينية تقود طائرة حربية قتالية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني، وذلك بعد اجتيازها المراحل التدريبية في الطيران العسكري.